برعاية وزارة الصحة، أقامت الجمعية السورية لمرضى الناعور بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا ندوة علمية حول داء فون ويلبراند، وذلك في فندق داماروز بدمشق. وبمشاركة مؤسسة تنظيم الأسرة السورية والهلال الأحمر العربي السوري، استمرت الحملة 6 أسابيع في دمشق وريفها على مدى حوالي 34 جلسة، وتوسعت لتشمل الفرق الجوالة وعيادات الأطفال. هلا اليوم هو حفل ختام حملة أطلقتها الجمعية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا، هي حملة التوعية والكشف عن مرض فون ويلبراند، استمرت 6 أسابيع. كانت بالشراكة مع جمعية تنظيم الأسرة السورية ومنظمة الهلال العربي الأحمر العربي السوري. كنا بدمشق وريفا على مدى 34 جلسة تقريبا، فاليوم هو ختام، هو حقيقة إطلاق للبدء بالعناية بهيك مرضى على مستوى وطني. هي كانت حملة خاصة بالجمعية. مرض فون ويلبراند هو اضطراب نزفي، يعني بيصير في ميوعة بالدم، أصله وراثي، بيصيب ذكور وإناث، خطير أكثر توجهنا للسيدات لأن ممكن يهدد حياتهم بسبب الدورة الشهرية، بسبب الإنجاب، الإجهاض. بيصيب أكيد الأطفال، بيكون الرعاف لما حدا بيروح يعالج أسنان، ممكن يصير نزوف من اللثة، نزوف بعد أي معالجة أسنان. فهو مرض خطير شائع 1%، لكن مخفي، تشخيصه صعب، ما كتير معروف. من هون كان أهمية تسليط الضوء على هيك مرض. كان التعاون جميل جدا بين جمعية مرضى الناعور وجمعية تنظيم الأسرة في إطار دعم جمعية تنظيم الأسرة بكل ما يخص الأطفال، فكان التعاون بتثقيف صحي لجميع العيادات الأطفال بدمشق وريف، لجميع عيادات النسائية بدمشق وريف دمشق، فكان التثقيف من قبل الجمعية مرضى الناعور ضمن عيادات تنظيم الأسرة لتثقيف الأمة حول هذا المرض وجعله يكتشف مبكرا. تخلل ندوة حفل اختتام أحياه كورال موج الياسمين بقيادة المايسترو سليمان حرفوش. كل حفل دائما بنقدم حالة مختلفة عن الحفل اللي قبله. هن طبعا كلهم مرضى، عملنا شوي دمج مع ناس أصحاء كاملين مع الأطفال اللي عندنا، نحن نأخذ هذا الناتج الكويس. كونه مرض شوي متعب للطفل، بيصير فيه تورمات بعض المفاصل، رغم هيك كان يجوا، حتى في منهم ساكنين بأماكن بعيدة يجوا يحضروا البروفات، كان عندهم سعادة كثير كبيرة. انتهى الحفل بتكريم عدد من المؤسسات المشاركة في هذه الحملة التوعوية التي تعد بداية لانطلاق حملة العناية بمرضى داء فون ويلبراند على المستوى الوطني. تثقيف صحي وتوعوي تناوله حفل الاختتام أجاد بأهمية التعرف إلى ماهية المرض وأسبابه وكيفية العلاج.